والله جايبولك معايا. حسن البارودي بدأ التمثيل وهو في سن صغير قوي، لما جاله ناظر المدرسة وقال له يا احنا هنقيم احتفالية يا حسن لسعد باشا زغلول، واحنا عاوزينك تلقي خطبة قدامه. بعد ما خلص حسن البارودي الخطبة ناداله سعد زغلول وقال له فعلا انت صوتك حسن، ولو طلعت محامي هتكسب معظم قضاياك علشان صوتك قوي وتعبيراتك متميزة. فهو مروح كان بيكلم نفسه بيقول سعد باشا عاوزني اطلع محامي، لكن انا عاوز اطلع ممثل. وعلى كل ان المحامي بيقول كلمة الحق في المحكمة، لكن انا هقول كلمة الحق من على خشبة المسرح. رد عليا ده انا ابوك. في مسرحية اسمها الجحيم كان بيمثلها مع الاستاذ يوسف وهبي، وكان طالع بدور فيلن، دور شرير قوي في المسرحية. وفي يوم من الايام كان عامل الاضاءة بعد ما حسن البارودي ادى المشهد بتاعه، نزل من فوق الكرين ومسك سكينة ودخل عليه علشان يقتله. لولا تدخل بقى الأستاذ يوسف وهبي قال له ما أنت بتتفرج عليه كل يوم وبتشوفه في نفس المشهد، إيه اللي جرالك النهاردة؟ فقرر قال الأستاذ يوسف أنا مش همثل المسرحية دي تاني. لكن الحقيقة يوسف بيه وهبي ضغط عليه، وفي اليوم التاني بعد ما أدى نفس المسرحية وهو بقى خارج من باب الممثلين، لقى ثلاثة واقفين له وقالوا له إحنا جايين هنضربك الليلة. لولا إن الأستاذ يوسف وهبي مع حفظ الألقاب حسين رياض، محمود المليكي، زكي رستم، خلصوا حسن البارودي من إيد دخلتك على هالنومة. والأستاذ حسين رياض توفى، وعارفين علاقته بحسن البارودي إنها علاقة حميمية جدا، وكان هو بيمثل سكة السلامة في الإسكندرية وأنا كنت موجود معاه وقاعد في الصف الأول. قالوا إيه؟ قالوا لو إحنا قلنا الخبر ده لحسن البارودي مش هيكمل المسرحية. وفعلا واحد شرير قال له ان الاستاذ حسين رياض اتوفى. طبعا ده كان قبل ما يطلع على المسرح في الاوضه بتاعته. حسن البارودي انهار وداخ ووقع على الارض، وابتدى الممثلين يبقوا حواليه ويفوقوه لغايه ما جه وقت العرض قالوا له يا استاذ حسن دورك، لازم تطلع على المسرح دلوقتي. المهم طلع على المسرح، وكان دوره في المسرحيه ان هو حارس القبور، وكان بينعي زوجته أنيسة اللي هي الألمان قتلوها، وبيقعد يعيط، طبعا تمثيل، عيط تمثيل يعني، وبيرسي أنيسة. لكن أنا كنت قاعد في الصف الأول، والحقيقة إن دي كانت أول مرة أشاهد دموع والدي حسن البارودي الحقيقية. قوم البس كلابية الفرح، فرحك يا إناوي. جيل حسن البارودي كان كل فنان من هؤلاء الفنانين كان ليه شخصية منفرد بيها، كان ليها ملامح ولا يستطيع حد ياخد دور حد. عملوا انترفيو مع أم كلثوم، لقاء صحفي، وسألتها الصحفية قالت لها مين من الممثلين بيعجبك صوته؟ قالت لها تعبيرات صوت حسن البارودي تغني على المسرح. يا السلام يا السلام، أكتر من كده إيه؟